حياكم الله يا جماعة في قناتي. طبعا جاكم فيديو جديد وكان أقول فكرة جديد. بدي أتصل بأصدقائي يا جماعة، بدي أطلب منهم فلوس، هل بدي يعطوني فلوس أو لا؟ كان بدنا نشوف تجربة مع بعض. بدي أتصل عليهم بدي أقول لهم لازمني فلوس أو مسرات 200 يورو برجع لكم بعد يومين أو النهار واحد بالشهر. يبدأ يا جماعة خلينا نبلش مع بعض وليتس جو. طبعا يا جماعة بدي أتصل على شخص تاني، أصدقائي كمان صديقي وأخوي من روحي دمي. طبعا خلينا نتصل عليه نشوف هل بده يعطينا. لا اسمه بشار، خلينا نتصل يا جماعة هسه بشار نتصل عليه. خلينا نرجع نتصل عليه. مرحبا بشريك، أهلا أهلا، كيفك يا صلاح؟ والله الحمد لله. تشوف الله الحمد لله. بصراحة احكي بالعربي بس في شغلة لعيونك، حبيبي. ابو صلاح، تفضل. ابو صلاح بدي اطلب منك طلب بدون يعني شرمات لي. والله هذا الشخص عم يحكي وهيك بس أنت ما بتطلب، أنت بتأمر. حبيبي ابو صلاح بدي منك 200 يورو خلال يومين برجع لك اياها اذا معك. بس 200؟ ايه اذا معك، اذا يعني تمام، هلا بس ارجع من الشغل بعطيك. حبيبي ابو صلاح. لازمك اليوم ولا؟ ايه هلا لانه بدي ادفع اجار البيت. فهمت كيف؟ تمام، يا بتروح هلا انا بالشغل، يا بتروح لعندي على البيت بتاخذ، او بتنتظرني لاجي اعطيك. ايمتى ترجع انت على البيت ابو صلاح؟ والله هلا الساعة 7:30 تقريبا، 9:30 وصلت، الساعة 10 بكون فوق. 10. حلو، هيا او بروح لعندك على البيت باخذ. او لا استنى، بتعرف بس توصل على البيت يعني اتصل علي انا بجي باخذ. ايه تمام، حبيبي ابو صلاح ما تاكل بعيون. تحياتي لك سلام حبيبي ابو صلاح. حبيبي، هلا يا الله طيب. سلام. طبعا كفو لك يا بشار حبيب قلبي، انت تحياتي لك اذا شفت الفيديو. وخلينا نشوف شخص تاني يا جماعة، خلينا نتصل على شخص رابع او خامس يا جماعة. انا هذا صديقي ساكن بعيد منه. مرحبا عبدو، حلو، كيفك عبود؟ علي رشيد، حبيب قلبي كيفك شلون صحتك؟ تمام الحمد لله. كيفك انت؟ والله الحمد لله. عبدو بدي اطلب منك طلب، كان هو الاخوية يعني. طلب، تفضل. حبيبي يا عبدو شوف، قل لي عبدو لازمني مسرات شغلة 200 يورو اذا معك. والله العظيم ما فيها رشيد، ايوه ما انا بي شرفي ولا انا، لانه والله انا كمان ما بشتغل. لا قلت ايه والله، بدي ادفع اجار بيت. فهمت كيف يعني؟ ما معي، قلت لك معك او مع محمد. قلت له محمد حاجات هو مو حاجات مع بالبيت، محمد انت؟ مو بالبيت اصلا. ايه والله، لا يرجع محمد، ما بعرف شوف، بحكي معه ولا اذا ما هو بخليه كفو منك، يظبط لك يوم. كفو يا عبد الله ايه، كفو. واشوف حدا واحد تاني كمان، اشوف صاحبي اذا ما هو كمان بحاول اخذ منه. حبيبي يا عبود والله تحياتي لك حبيبي. يا جماعة هسا بدنا نتصل إلى سيبستيان، أتوقع كمان أنتم بتعرفوه يلي كنا نلعب مع بعض بلعبة روست. خلينا نتصل عليه هل يفتح ولا لا. مرحبا بشريك. ألو، أنا بالله شريك. أبو رياض كيفك؟ ألو أخوي جايين بك؟ أري أبو رياض بس أحكي بالعربي بعد إذنك. احكي بالعربي تفضل. ابو رياض بدي طلب منك. طبعا انا بصح لك ابو رياض، انت عندك 3 اسامي ما شاء الله، عندك اسمع كثير معك، عندك سيبستيان، عندك صلاح، وعندك ابو رياض. طبعا ابو رياض شيء اكيد، طبعا تحياتي لابوك كمان شيء اكيد. حالي ما في تحقيق، شوف يقول لي لا. ابو رياض بدي منك طلب من عيوني حبيبي. ابو رياض، ابو رياض لازمني مسرات 200 يورو. لا ايمت برجع لك بعد يومين بس ينزل راتبي. من عيوني الشيخ. حبيبي يعني معك، اذا بدك دين من غير يعني من اهلك ما بدي، بدي منك انا. ابعت لي بانجا، الله ببعت لك تبعية البنك تبعي وبعت لي. بس يا شريك حبيبي شوف بكره بصراحه ببعت لك، ماشي؟ بس احطه البنك وببعت لك.
تمام كمان. بس انا والله بدي تعرف كيف يعني بدي ادفع اجار بيتي. المشكله صار مشكله بالشغلي، ما قاعد تدفع يا زلمه من شغل. اذا ما ادفع بقلعوني من بيت، شو بدي اعمل؟ ما في داعي تفرح، طلبت منك شغل؟ حبيبي حبيبي حبيبي، الله يسعدك. خلاص بكره بس انزل على الشقة، لو اشوف مع البنك بحط المصاري بالبنك وبطلع. حبيبي حبيبي سبستانك احلى بصلاح ابو رياض حبيبي. فرجان حلو، انت غير قلبك انا. طبعا يا جماعة بدنا نتصل على شخص كمان هو صديقي، خلينا نتصل عليه نشوف هل بده يعطينا ولا لا. الله يفتح. أنا شيك حبيبي ابو السيف، حبيبي ابو السيف والله ما في شيء، ما في غير سلامتك، باركين بهالبيت. حلو ما لا شغل وجد الشتوية يا خيو. اي والله اي والله اجى الشتوية صح. ابو السيف بدي كان اقول طلب مني الك، او بدي اطلب منك طلب. تفضل حبيبي ابو السيف. ابو السيف تقدر تدينني مسرات شغلة 200 يورو؟ رشيد انا وين وانت وين حبيبي؟ تعرف انا مسافر، انا مالي بهوف كله. ايه سعيد نسيت. ايه والله مالي بهوف كله والله. الله ما في مشكلة. لا والله قلت يعني لازمني تعرف مو اخذ بيتي، يعني اجار بيتي اجار لازم ادفع. انا اللي شوف شوف ابو جمال، ما ابو جمال يعني ابو جمال جارك يعني زلمه كويس. هذا على حدك اخي وجارك على حدك. انا والله بعيد يا رشد، دوني قريب اخي وتكرم عينك. حبيبي يا سيف حبيبي، كفو منك كفو والله كفو. اتصل عليه على جوكر يا جماعه. طبعا كلاتكم بتعرفوا كان في مشكله بيني وبين جوكر. هل بدنا نتصل؟ هل جوكر بده يعطيني فلوس او لا؟ طبعا يا جماعه بدنا نتصل على جوكر. هل جوكر بده يفتح؟ السلام عليكم جوكر. الو حبيبي يا جوكر كيفك؟ يا هلا. ممكن تحكي بالعربي؟ ايه تفضل. ايوه جوكر سؤال. طبعا انت بتعرف نحن صالحنا وكل شيء 100% صح ولا لا؟ سؤال ما بسمع سؤال. ايه انت تفضل. انت بتعرف اسمعني هلا. ايه بسمع. حلو، انت بتعرف صار مشكلة بيني وبينك وصالحنا عين الله علينا، صح ولا لا؟ صح صح. حبيبي طبعا هلا بتقول محمد يحكي ويرجع يساوي مشكلة وبيني وبينه هالاشياء. لا لا ما في شيء. حبيبي يا جوكر بدي اطلب منك طلب. تفضل. حبيبي يا جوكر. جوكر لازمني مسرات 200 يورو تبين يعني راس شهر بعطيه. تمام مشان شو هدول؟ لازمني بدي ادفع ايجار بيت، تعرف يعني مقطوع ايجاري وهالاشياء، اما معاشي مقطوع يعني انا معلم موقفني من الشغل وهيك هيك. ما معي مسرات، لازم ادفع ايجار بيت يعني. تمام بصير يعني. اوكي ايمت تبعث لي؟ تقدر اليوم او بكره؟ بكره. حلو تمام جوكر. حبيبي جوكر وتحياتي لك. احلى حبيبي. حبيبي جوكر يلا بحكي معك بعدين. تمام تمام بصير. تمام يلا. طبعا بدنا نتصل الى فنان ركاش، خلينا نشوف. مرحبا. حلو. مرحبا محمد. مرحبا ركاش. انا رشيد. خلاص والله كيفك؟ تمام كيفك انت؟ والله الحمد لله. ركاش بدي اطلب منك طلب. تفضل حبيبي ركاش. ركاش لازمني مسرات كان شغلة 200 يا ريزا. ايمت لازمك؟ يعني بكره اذا بتقدر انا برجع لك يومين يعني نار، لا بس ينزل معاشي كيف. يعني بكره لازمك انت؟ ايه اذا معك بكره بعطيك يعني واحد بالشهر. انا بدي ادفع ايجار بيتي، فهمت كيف؟ يعني صاحب بيت لازم ادفع له، قال لي يعني اعطاني مهله انا لازم كنت ادفع له 15 شهر بس ما ما نزلوني معاشي، هلا مجبور اعطيه، فهمت كيف؟ تمام بكره اشوف اخذ من المعلم.
حبيبي يا ركا، الله يهمك رشيد، حبيبي السلام. الله يسعدك. طبعا يا جماعة أتوقع بني حلقة بنوصل إلى نهاية المقطع. طبعا الشباب كلهم طلعوا وكفوا، وكفوا منكم يا شباب. طبعا يا جماعة إذا عندكم فكرة نعمل بأشياء قولوا لي بالتعليق، نشوف بركي نقدر نعمل. يب، والسلام عليكم.